عزيزتي المتعلمة، عزيزي المتعلم، من خلال هذا الشريط سنتعلم كيف نحسب مساحة المعين بكل سهولة. فما المساحة؟ وما المعين؟ وكيف سنحسب مساحة المعين؟ وكما رأينا سابقا، فمساحة المستطيل تساوي جداء الطول في العرض، وهذا سيساعدنا في حساب مساحة المعين. والآن فلنركز معا لنشاهد تنشيط المشاهد التالية. لدينا قطران غير متقايسان يتقاطعان في منتصفيهما وحاملاهما متعامدان. السطح الملون يمثل مساحة المعين ABCD. نقوم بنسخ المعين ونحصل على 4 مثلثات متقايسة تشكل مع المعين مستطيلا نسميه EJKL. القطر AC يتطابق مع طول المستطيل EJKL، بينما القطر BD يتطابق مع عرضه. نستنتج أن مساحة المعين ABCD تساوي نصف مساحة المستطيل EJKL، ونكتب S لABCD تساوي مساحة المستطيل EJKL مقسوم على 2، يعني الطول جداء العرض مقسوم على 2، أي طول القطر الكبير AC جداء القطر BD مقسوم على 2. عزيزي المتعلم، عزيزتي المتعلمة، ها نحن قد عرفنا كيف نحسب مساحة المعين اعتمادا على مساحة المستطيل بكل بساطة. وإلى لقاء لاحق مع درس جديد.